ممكن اقف عند دي الاستاذ مجدي قال جمله بس فعايز ارجع له فيها، هو فين الربح؟ يعني حضرتك عايز تفهمني ان مع زياده الاسعار وده كله انت ما بتكسبش. عشان كده دي كنت نقطه مهمه جدا. انا عايزك تكمل لي بقى المواد الغذائيه كلها وانت مستهلك وكذا. يمكن احمد بيه اثار من شويه التدريب. ايوه. العماله غير مدربه. مجتمع الاعمال على فكره، اصحاب المصانع واصحاب الشركات عندهم احباط شديد، مش مجرد من القرارات البيروقراطيه او القرارات واللي كنا بنتكلم عشوائيه القرار. عندك موضوع مهم جدا النهارده، العماله وما بعد 2011 بقى في كثير من اللامبالاة، عدم الانتماء، عدم الإحساس بالمسؤولية، وبالتالي الناتج النهاردة حجم انتقال العمالة من المصنع إلى مصنع آخر ومن شركة إلى شركة أخرى بمجرد زيادة في المرتب 100 جنيه حضرتك، هذا الكلام ما كانش موجود في الماضي. كان في روح العائلة في الشركة، كان في روح الترابط، كان بيقول لا أصل صاحب الشركة عارف أبويا، عارفني، أنا عشت معاه. فأنا الكلام ده فقد، روح الوحدة فقد. وبالتالي النهاردة تعظم دور بقى مشكلة أخرى، ان انت عندك النهارده الضرايب والتامينات وضريبه كسب العمل والقيمه المضافه. حضرتك متخيل حجم هذه الضغوط على الشركات النهارده مع ارتفاع سعر الوقود والطاقه بشكل كبير؟ مطالب النهارده او تتصور ان ممكن الشركه تكسب؟ سيدي الفاضل، حضرتك كلمتني في بدايه الحديث على السلع الاستراتيجيه. احنا النهارده كنا متعقدين على تصدير عدس وفول. طيب احنا بنصدر فول ولا بنستورد الفول؟ ما هو حضرتك سؤال مهم جدا وجيد. احنا بنستورد ولا بنصدر يا فندم؟ احنا بنستورد عشان نصدر عماله. يعني ايه؟ انا لما بستورد العدس بجري عليه عمليات تصنيعيه، العمليات التصنيعيه دي بشغل عمالتي، بشغل مصانعي، وعيد تاني تصديرها لدول بقدر اعمل معاها اتفاقيات، استخدم فيها الاتفاقيات التجاريه اللي بيني وبينها، سواء بتكلم في شرق افريقيا او في شمال افريقيا او في جنوب افريقيا او في دول جامعه الدول العربيه. فعندي شهادات واتفاقيات تجاريه، شهاده جامعه الدول العربيه، شهاده كوميسا، شهاده اليوروميد وما الى ذلك. اللي انا عايز بس اوضحه، انا بعمل عمليات تصنيعيه على العدس اللي انا جايبه من الفلاحين من كندا او من استراليا وبصنعه عندي. العدس ده بيجي لك عدس اللي هو العدس البني بجبة. حضرتك بجبه ممتاز. بطلعه العدس الاصفر السبليت او الفوتبول اللي هو السعوديه بتاخده كوره. احنا بناخده مقسوم. الكلام ده دي عمليه تصنيعيه كبيره. مش ايوه، ايه مشكلتها بقى؟ وقف القرار عشان وقف التصدير. وقف التصدير عشان احمد بي جابر بيقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. انا عشان كده قلت له انا مش معاك. ليه انا مش معاك؟ لان فندم ما ينفعش انا في قرار او في فكره او في طموح او في حلم اسمه حلم ال 100 مليار دولار، وده حلم مش بعيد وحلم لازم. انا دول اللي جاي. ايوه بس اجي في الحلم في وقت انا وجبتي الرئيسيه هي الفول والعدس. فامن اقول لا صدروه افندم ومش مهم عندي ايه اللي يحصل. عشان انا مفترض خير بيه، وده نقطه برضو معلش، يعني احنا ناس كلنا ذو فكر. ما ينفعش كل ما الاقي نفسي مش قادر، طب ما انا اعمل حسابي. بيقول الورق الاصفر نجحنا فيه وبقى عندنا فيه انتاجيه كويسه، المفروض ان انا ونجحت في تصديره. ازاي يا فندم اوقف عميل انا بدات معاه او دوله فتحتها والمجهود اللي انا بذلته عشان افتح الدول دي تصديريا وانافس الدول الصين وتركيا ودول اخرى كان بتودي، وانا دخلت ونجحت في ان انا اقفل. ازاي احل المعادله الصعبه دي؟ ازود انتاج يا خيري. نقدر نزود انتاج. اعمل خريطه صناعيه وخريطه زراعيه واقول
انا محتاج ازرع ايه، محتاج اصنع ايه، محتاج اصدر ايه. فندم احنا بنشتغل باسلوب عشوائي. نجح محلات الكشري هعمل كشري، نجحت علب الفول هعمل علب فول، نجح شريط الفيديو هعمل شريط فيديو. باشا مفيش كده، مفيش دول تقدمت. بس انا بسمع الكلام ده بقالي 20 سنه. شكرا جزيلا. يعني 30 سنه بناقش هذه القضايا. طيب ايه الحل؟ عشان كده قلت لك ولما بقعد مع قلت لك عايز اخرج بره الصندوق وعايز افكر سوا ننجح ازاي. ايه الحل يا استاذ احمد؟ يعني اذا كنا بنقول نفس الكلام وكلنا شايفين عايز خريطه صناعيه، كلنا عارفين زراعية، كلنا عارفين المشاكل ونزرع فين ومشكله طبعا. واحد اتنين تلاته الحكومه فيها عقول نيره وخبراء طبعا. طيب ما المساله حلها سهل يا جماعه، نعمل خرايط ونقعد نشوف الناس عايزه ايه، ونعمل زراعات ايه، ونستورد الات، وندي للشباب قروض ويعملوا مصانع. خير بينا. هقول لك على حاجه، يعني معلش انا المقاطعه، انا كنت في المجلس وقلت احنا عندنا 16 مدينه صناعيه، نسبه المصانع المغلقه غير طبيعي. مش عايز اقول خزعبلي زي ما حضرتك قلت. لا انا هقول لحضرتك رقم، انا لسه جاي من هيئه التنميه الصناعيه في اجتماع. 13% نسبه الاشغال، اللي شغال 13% اللي شغال، اللي شغال. حضرتك خش على موقع، يعني 87% من مصانع في المدن الصناعيه من هيئه التنميه الصناعيه واقفه. ايوه مغلقه. مغلقه، لا هو 50% مغلق تماما. وده اللي انا قلته، انا قلته على الهواء. البعض في الفتره الاخيره اغلق. وانا لا يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك انا تجولت في مدينه برج العرب، وكنت مجتمع مع رئيس المدينه وناقشنا هذا الكلام، هنعمل مبادره ونبدا نتحرك عشان نحصر ونشوف ونواجه المشاكل ونستدعي اصحاب المصانع ونشوف ده متوقف عشان ضريبيا تامينيا مشاكل تمويل وكذا. ما ينفعش ان انا اقفل مصنع عشان محجوز عليه ضرائب. الرئيس نفسه قال كده وقال شوفوا اللي قافل نساعده نحل المشكله. الرئيس قال غير كمان حجز الضرائب، قال لك ما تقفلش مصنع حتى اللي مخالف قننه وخسيبه شغال. بيشغل عمال اللي موجود ومخالف او الاقتصاد يعني حضراتكم بتقولوا لي من 50 ل 87% من مصانع مصر ده خد بال حضرتك ده ايه؟ احنا بنتكلم عن المناطق الصناعيه، المناطق الصناعيه 16 وده الاقتصاد الرسمي اللي هو بيمثل فقط 40% من 100%. انا عندي 60% اقتصاد غير رسمي تحت السلم اللي انا بدأ اللي فخامه الرئيس. وده بتاثر ولا بيملى الفراغ اللي سايبه؟ لا يا فندم، لا لا لا، ده فخامه الرئيس النهارده واصدر دوله رئيس الوزراء طلع في حاجه هتطلع كده خلال ساعات بضم ازاي يدي منح اراضي واجراءات تيسيريه لجذب الاستثمار الغير رسمي، السوق الصناعه الغير رسميه عشان يشجعوهم يطلعوا. انا مصر، بس انا عندي مشكله.